السلام عليكم وتحية لجميع متتبعي قناة عقارة أراضي الخير خارج أرض الوطن وداخله، وتحية لكل متتبعين الكرام. واحد الرسالة كنوجهها لكم من هذا المنبر هذا، والناس اللي باغيين يتعاونوا معنا واللي كيعجبوا بهذا المحتوى هذا واللي باغيين يساعدونا، وتحية للناس اللي زارونا من داخل أرض المغرب وخارجه. أنا كنت داير بزاف ديال القنوات، ولذلك ما كنتش كنستافد من المردود ديال اليوتيوب، ولا ما كيخلصونيش ولا كيعطيوني حتى شي حاجة. لذلك قررت باش ندير قناة وحدة اللي غتبقى خدامة دائما إن شاء الله، واللي غادي نسميها أراضي الخير بوحدة، سميتها أراضي الخير بلا عقارات وأراضي الخير، غير أراضي الخير بوحدها. لعله وعسى ندير نستافد حتى انا، وحتى انا على هذا المجهود اللي كندير وهذا الشيء رجع نتخلص من عند اليوتيوب، ونتعاون على المصاريف ديال التحركات وداك الشيء. لذلك غادي نبدا نعطيكم واحد في هذه القنوات اللي داير، غنبدا نعطيكم واحد الرابط صغير تحت من الفيديو اللي غادي تدخلوا في القناه الجديده ديالي، باش غادي نبدا ندير فيها ديما الجديد ديال، لان ما غاديش نبقى ندير الجديد في هاد القنوات، لان درت انا تقريبا شي اربعة القنوات، ولكن دابا غندير وحده باش نبقى خدام وما يكونش المحتوى المكرر، ورجع نستافد حتى انا من المردود ديال اليوتيوب. لهذا غادي نبدا نخلي لكم واحد شويه من العقار اللي غادي نصور، واللي بغيت يشوف الفيديو ويتابونا معايا في القناة الجديدة ويتعاون معايا باش حتى انا نبدا نستافد من عند اليوتيوب، وغادي يدخل ويتابونا معايا في القناة الجديدة اللي غادي يكون سميتها غير اراضي الخير، اراضي الخير على القناة ديال اليوتيوب. وشكرا للجميع، وكنسمح على هاد ديرونجمون اللي كندير لكم ولا هذا. شكرا بزاف الناس اللي غادي تابوني معايا في القناه الجديده ديالي، شكرا بزاف. وبالنسبه ان شاء الله الرحمن الرحيم الناس اللي كتقلب على الاراضي الفلاحيه ولا الفيرمات وعلى الشقاق والبقاع الارضيه، للناس اللي باغيه تبيع ولا الناس اللي كتعيط عليها باش ندير لها لي زانونس الفيرمات اللي كتبيع ولا الاراضي ولا شي حاجه، مع ليهم اللي اشتركوا معايا في القناة الجديدة. وان شاء الله الرحمن الرحيم كما وعدناكم وكما كتشوفوا دايما الجديد، ان شاء الله الرحمن الرحيم غتشوفوه ديما على القناة الجديدة ديالي. وشكرا بزاف، باش ما نكثرش عليكم في قوة القنوات، غادي نديروا قناة وحدة وعليها غادي نبقاو خدامين، واللي يسر الامور للجميع.